نجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 من 10 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضي، مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا وما يقابل هذا العدد من دعم. وأوضحت وزارة البترول في بيان أنه خلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس، كما تم تحويل حوالي 39,500 سيارة للعمل بالوقود المزدوج ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 550,000 سيارة. ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، وذلك ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بشأن أفاق الاقتصاد العالمي، وأظهر التقرير المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بالتباطؤ مطرد منذ الأزمة العالمية عام 2008 و2009. قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي إن الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة التضخم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تباطؤ التضخم ليس كافيا حتى الآن لبدء خفض أسعار الفائدة. كان استطلاع الرأي أجري الشهر الماضي أظهر أن البنك المركزي الروسي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% في اجتماعه المقبل، مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد. وحذرت الوكالة من أن العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف. وتواجه الصين صعوبة في إنعاش اقتصادها بسبب رياح معاكسة، من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد. عبرت الصين عن قلقها إزاء الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مصانعها وشركاتها بعد أن قال التكتل إنه سيحقق في الدعم المالي الذي تلقاه موردون صينيون لتوربينات الرياح المتجهة إلى أوروبا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماونينغ في مؤتمر صحفي إن تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات الحماية يزداد، كما حثت التكتل على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق الحر.